يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تعرضت زوجتي للأشعة السينية وهي حامل في الأشهر الأولى، ومعلوم أن هذه الأشعة تحدث تشوهات في الجنين، فأخبرنا الطبيبة فقالت: إذا حدث تشوه في الأشهر الأولى فإنه يسقط تلقائيا، والآن يا فضيلة الشيخ قد خرج دم، فهل تأخذ زوجتي حبوبا مثبتة للحمل أم ندع هذا الجنين يسقط؟ وهل يعتبر من قتل الأولاد إذا تركناه يسقط؟ إذا كان له علاج فإنها تأخذ العلاج الذي يثبت به هذا الحمل ويعني يصلح أمره. إذا كان فيه علاج هذا طيب، تأخذ العلاج. وهي أخطأت في أنها أخذت أشعة وهي حامل، يمكنها ما أخبرت الطبيب، ولا الطبيب ما يعمل أشعة تضر الحمل، إذا كانت حاملة لا يعملها إلا في حالة الضرورة والخطر. وأما أنها تأثم فإذا كان نفخت فيه الروح فهي تأثم وعليها الكفارة، أما إذا كانت ما نفخت فيه الروح فلا، فليس عليها كفارة. نعم.